السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من حلقات زد من ثقافتك وثقف نفسك. أحيانا تمر علينا مفردة لا نعرف معناها، خاصة إذا كانت غير عربية، ولا نعرف وش المعنى وش أصل الكلمة جاية من وين، سواء كانت تمر علينا بالشعر الشعبي النبطي أو في المجالس. عندما مثلا الشاعر عار العتيبي شاعر شعبي يصف القهوة يقول فنجالها يشدي أي يشابه. الجيل الجديد ما يعرف كلمة يشدي. يشدي يعني يشابه. خضاب الخوندات الجادر اللي عند أهلها طموحي. الخوندات كلمة فارسية معناها ربة الجمال، زي ما نقول رب الأسرة رب العمل، أم الجمال، قمة الجمال، آية في الجمال، سيدة الجمال. الشاعر النجدي رحمه الله محمد العمار رحل وخلد لنا موسوعة ألفية عجيبة، حتى المختصين يأخذوا منها بعض الكلمات وتاريخ. أنا والله أعتبر ألفيته تاريخ. يقول جابها صح، يقول دقاق رمش العين سيد الخوندات، سيد الجمال، قمة الجمال، سيدة الجمال. دقاق رمش العين سيد الخوندات. الخوندات قمة الجمال، معناها فارسي. وسلامتكم.